Cancer is just a chapter in someone's story, not the whole story. That's why we should have a glimpse of what people go through. Now we're going to have an interview with a mom of two children, and she's going to have to tell us a lot of what she's going through. If you want to know more, stick around. ان انا في يوم من الايام ممكن اتكلم عن الموضوع دوت بشكل عام او قدام حد تاني غير نفسي. انا اول مرة عرفت فيها ان انا عيانة كان 4 سنين وكان اولهم ولادي ما كانوش يعرفوا، وكنت بفتكر كده ان انا اللي بعمله دوت في مصلحتهم. يعني كنت بقول ان انا لو قلت لهم هيتعبوا ويتأثروا نفسيا وممكن يتأخروا في دراستهم وتبقى حالتهم النفسية مش مظبوطة. عملت كده فترة ودريت عليهم فترة، لكن طبعا ما قدرتش اداري عليهم فترة طويلة لان اعراض المرض بتظهر، والحاجة الوحيدة اللي كانت بتخليني اكمل واقف واقول انا لازم اكمل المشوار وانا لازم اتعالج ولازم اخف ولازم ارجع لحياتي هم ولادي. لما كنت ببص لهم وبفكر ازاي ممكن تكون حياتي من غيرهم او حياتهم من غيري، ما كنتش بقدر اتخيل ده ابدا. انا يمكن فكرت او ابتديت اتكلم في فيديو عن الموضوع دوت لان في ناس كتير قوي قوي، انا عارفه ان في ستات كتير قوي 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 عندهم نفس المرض وعندهم نفس الوجع وبيتعرضوا لنفس الالم، ويمكن هم كمان ما عندهمش السبورت او الدعم النفسي والمعنوي اللي لازم يعرفوه. في حاجات كتير قوي انا حابه ان انا اتكلم عنها في الفيديو ده، وهنبتدي بالترتيب. ايه الاعراض اللي انت حسيتي بيها قبل ما تعرفي انك عندك كانسر؟ هو الكانسر من الامراض اللي هو يعني اسمه خبيث. ليه؟ لان هو ملوش اي اعراض. يعني انت فجأة بين يوم وليلة بتكتشفي ان انت عندك كانسر. مفيش مثلا حاجات قبل كده بتقولي لا انت خدي بالك ده انت هيجيلك كانسر بعد مثلا اسبوع ولا بعد شهر ولا لا، مفيش الكلام ده. طب امتى اتأكدتي ان انت عندك كانسر؟ اتأكدت لما كنت بعمل اشعة عادية، وبعدين لقيت الدكتور بتاعتي بتطلب مني ان هي اعمل اشعة متخصصة اكتر شوية، وبعد ما عملتها طلبت مني ان انا اعمل برضو حاجة اعلى شوية. كانت هي شاكة، وبعد كده كل اشعة اكثر تخصصا كنت بعملها كانت بتبين الوضع اكتر، فوقتها عرفت. في حد في العيلة عنده نفس الاعراض؟ هما الكانسر طبعا من الامراض الوراثية، يعني وارد جدا ان العيلة يكون فيها هيستوري يعني للمرض قبل كده. الناس اللي عندهم هيستوري في العيلة بالكانسر لازم يكونوا دايما عارفين ان هم محتاجين يعملوا تشيك اب دوري ومستمر ومن عمر معين وفي سن معين. حسيتي بايه اول ما عرفتي وايه اول حاجة فكرتي فيها؟ لما اتأكدت بقى وعرفت خلاص اكيد ان هو كانسر، طبعا انا حمدت ربنا جدا. اول حاجة عملتها ان انا يعني سجدت لربنا شكر وحمدته، لان انا يعني من الناس المؤمنين جدا بالقدر والقدر نافذ. فترة العلاج قعدت قد ايه؟ فترة العلاج الفترة الأولانية قعدت حوالي 7 و8 شهور، ودول دلوقتي 11 شهر، يعني تقريبا سنتين وأنا لسه باخد العلاج، لسه مخلصتش. احكي لي عن فترة العلاج وطرق العلاج. فترة العلاج دي كانت ابتدت من حوالي سنتين، والدكتور ابتدى الاول طبعا كان في جراحه اول حاجه، وبعد الجراحه في حوالي شهر ونص بالظبط بدات العلاج الكيماوي. والعلاج الكيماوي كان هو عباره عن سيشنز كل 21 يوم في جلسه. فاطمه succeeded to beat the disease and she got all the support from family and friends. We asked her what advice should she give to all women suffering from the same disease. انا بنصح كل الناس اللي في حالتي او اي ست بتعاني من نفس الحاله اللي انا فيها ان هي ما تخبيش على اقرب الناس ليها حقيقه مرضها، بالعكس تبقى
الدعم من الناس اللي بيحبوها، لان ده جزء مهم جدا من العلاج، الحاله النفسيه والدعم النفسي. ولو انت نفسيتك كويسه وحالتك النفسيه مستقره اكيد هتبقي احسن. فانا بنصحهم ان هم يكونوا صراحة مع اقرب الناس ليهم، لان هم دول اللي يستحقوا فعلا ان هم يقفوا معاهم ويساعدوهم ويحبوهم ويدعموا. إسراء حسام، حنين ماجد، ربع علاء، أنزينة محمد، راديو ان تي في، بريتش يونيفرسيتي ان ايجيبت.